ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده عن الديتوكس. الديتوكس بقت كلمه ترند، كل الناس بقت بتقول ديتوكس ديتوكس. في ناس كتيره فاهمين ايه هو الديتوكس وايه فايدته، وفي ناس لحد النهارده مش فاهمين، هو واخدينها ترند وخلاص. بس انا بقول لكم الديتوكس حاجه مهمه جدا، مهمه جدا لصحتنا الداخليه ولجمالنا الخارجي، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. ضيفتي النهارده هي دكتوره مروه نوح، استشاري التغذيه العلاجيه. مساء الخير يا دكتور، وازيك؟ منوراني بجد. نورك حبيبتي. دكتور، انت عارفه كل شويه يطلع ترندز كده، بقى دلوقتي احنا في ترند الديتوكس. فهمي الناس، لان ساعات بيجي لي اسئله اللي هو انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ ديتوكس. طيب ماشي اوكي. هي الفكره ان الناس فاكره ريجيم. ما انا مش فاهمه هم فاكرينه ايه، فعايزين نشرحه للناس شويه ايه هو الديتوكس. الديتوكس هو اسمه المفروض ان هي ديتوكسيفيكيشن، يعني تنقيه الجسم من السموم. اوكي. ببساطه ملوش دعوه باللي عايز يخس واللي عايز يتخن، ملهاش علاقه خالص. ان احنا المفروض على طول نبقى بننقي جسمنا من السموم، يعني بننضف جسمنا من كل السموم اللي فيه. هو ده الديتوكس بالظبط كده. طب نقدر نعمل ده ازاي او ايه الامثله؟ هي يعني ديتوكس بصفه عامه معناه ان انا بمنع حاجات معينه اللي ممكن بتعمل التوكسنز في جسمي او الامبيوريتيز او الشوائب، وبطلعها بره الجسم، ولازم يبقى الاساس بتاعها ميه. اوكي. كده تلاقي الناس ايه عامله بتاع كده جار ميه بليمون، تقول لك اصل ده ديتوكس اصل انا بخس. وميه ممكن بكيوكمبر بخيار. اوكي. بالظبط. هي فكرته ببساطه ان انا بدي الجسم السوائل اللي هو محتاجها عشان يقدر يتخلص من الامبيوريتيز او التوكسنز او السموم اللي في جسمي، لان بتطلع بره الجسم بالميه. أوكي. وبحط معاه كل ما يكون حاطه معاها فوائد من فيتامينات ومعادن وضادات اكسده، بتعمل الوظيفه بتاعتها اكتر، لانها بتحسن وظائف الكلى ووظائف الكبد، فتساعد الجسم انه يتخلص من السموم بصوره احسن. طيب احنا عندنا مثل معانا النهارده، صح؟ صح. اللي هو برودرينك، صح؟ برودرينك. طيب ده كلميني، ده ديتوكس؟ ده ديتوكس. طب جواه ايه؟ مكوناته ايه؟ هو ده فيه ثلاث مكونات انا حبيته قوي، لان فيه ثلاث مكونات ظريفه جدا. اول حاجه بيجي لي كتير جدا في العياده، ناس كتير بتقول لي جسمي شايل ميه. اكيد بسمعتي الكلمه. طبعا كتير. وبتحصل للستات ممكن قبل الدوره الشهريه شويه. صح. من الهرمونات ووقت مثلا انقطاع الدوره من ادويه معينه. فده فيه ثلاث حاجات حطوهم مع بعض انا بالنسبه لي هايله، لانها مضره للبول بصوره صحيه، وبتساعد وظائف الكلى والكبد انها تتخلص من السموم بصوره طبيعيه. اوكي. في بذور كرفس. اوكي. وبذور بقدونس. اوكي. وشاي اخضر. اوكي. والثلاثه ليهم فوائد هايله للمناعه ولوظائف الجسم وللبشره زي ما انت قلتي وللشعر وكده. اول حاجه البذور تملي بتبقى مركزه اكتر من الاوراق. اوكي. كده حطينا بذور، وده اللي بيميزه عن حاجات تانية موجوده. تاني حاجة بذور البقدونس والكرفس مليانين فيتامين سي اللي هو مضاد للأكسدة جدا، بيستحفز الجسم الجلد انه يعمل كولاجين. أوكي. طبعا كلنا عارفين مش كده، كل البرودكتس بفيتامين سي. ففيتامين سي، فيتامين اي برضو مضاد أكسدة للبشرة، معروف جدا بفوائده، فوليك أسيد، حديد. ففي حاجات كتيرة جدا. الكرفس كمان بالذات فيه نسبة مغنيسيوم وبوتاسيوم عالية جدا. أوكي. المغنيسيوم والبوتاسيوم بالنسبة لنا بيساعدوا على ان الضغط يوطى، انهم بيعادلوا الصوديوم. اوكي. فبيساعدوا على ارتخاء الاوعيه الدمويه، فالضغط بتنزل مع ان احنا بننزل الميه الزياده، لانهم مضرين للبول، بيعملوا حاجه اسمها بادي هايدريشن، او بيخلوا الخلايا واصل لها الترطيب المطلوب، فبيحسنوا وظائف الجسم او وظيفه الخليه. سواء وظائف الكلى اللي بتخلص الجسم من السموم، او وظائف الكبد اللي هو اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن، او خلايا البشره اللي هي بالنسبة لنا المراية بتاعت اللي احنا بناكله، أو لو واحد وشه مليان، جسمه قصدي مليان سموم، بيبان، تحسي بشرته ضل. صح، بيبان. صح صح. فالحاجتين دول هايلين، يعني حتى الكرفس كانوا بيسموه عصير الملوك. يعني الديتوكس ده هيحسن لنا بشرتنا، هيحسن لنا صحتنا من جوه، هيحسن لنا شعرنا، هيحسن لنا كل حاجة لو احنا طردنا كل السموم ده من الجسم. بالظبط كده. طب قولي لي حاجة دكتور، أنا يعني مثلا أقدر أستخدمه إيه، مرتين ثلاثة في اليوم، ولا أنا حرة أشرب منه 20 واحدة؟ لا، ممكن أشرب منه لأن هو فيه، بس هو فيه نسبة كافيين طبعا في الشاي الأخضر. أوكي. بس نسبتها حوالي 30 ملي جرام. أنا عندي لغاية 300 ل 400 ملي جرام، ده اللي مسموح لي في اليوم. يعني اقدر اشرب منه كتير. كتير خصوصا ان احنا عندنا مشكله مع الميه، ناس كتير بتقول لك ما بحبش الميه. ميه، ما هو بالظبط هيبقى ميه بفوائد. أوكي. وبينفع قوي كمان في اللي خسوا ومش عايزين يتخنوا تاني، لانه بيمنع حاجه اسمها الريباوند اللي بيحصل. أوكي. تملي الشوائب اللي في جسمنا والتوكسنز بتتحمي بالدهون، يعني الجسم بيلفها بدهون عشان ما تتخنش. انا جاي الموضوع التخسيس ده عشان ده عايزه اتكلم فيه، بس خلينا نخلص من ده. يعني انا ده يا دكتور ممكن استبدله بدل الشاي والنسكافيه، وهيبقى صحي اكتر؟ متهيألي كتير. القهوه الواحد بس الماكس بيبقى فيه من 100
ل 150 مللي جرام، فانا هاخد الاثنين وخلاص. يا جماعه بدل الشاي والشاي والقهوه بتاخد الميه اللي في الجسم، ده بالعكس هيديكوا ميه، واحنا اصلا ما بنشربش ميه، وبيقعدوا يقولوا لي شعري باظ وبشرتي وبشرتي شحباوي فتاني يا دكتور ده ممكن اشربه الصبح ظهر بالليل انا حره زي ما احنا عايزين. طيب نيجي بقى لموضوع الخساسين وثبات الوزن ده يقدر يساعد في ايه يا دكتور؟ طيب اول حاجه زي ما قلنا احنا هننظف الجسم من الشوائب، دي مهمه قوي. ايه فكره تنظيف الشوائب؟ ايه علاقتها بالتخن والرفع؟ الفكره ان ما بيكون يعني احنا تقولي ما حد يجي لنا العياده ما شربتش ميه كويس، الوزن اللي انت نزلته مش هيبان على الميزان. أوكي. ليه؟ لان الجسم بيبقى على طول الشوائب والتوكسنز، حتى مش من الاكل الغلط او من البولوشن اللي موجود في الجو، كمان من عمليه تكسير الدهون بتطلع برده ويست برودكت. فتملي الجسم بيحوط التوكسنز دي بدهون علشان يحمي انها تبوظ الخلايا. فاول ما احنا بنخس بننزل الدهون دي. أيوة. فالتوكسن دي بتبقى في الجسم فيبتدي يحفز الجسم ان هو يكون دهون عشان يبتدي يحوطها تاني فنحمي الجسم. اوكي. فما بننظف الجسم من الامبيوريتيز دي او من التوكسنز بنوفر على الجسم انه يكون دهون تاني ويحصل الريباوند او نمنتين وزننا اللي احنا خسيناه. يعني هو عامل مساعد برضو في الدايت. في الدايت بلس الشاي الاخضر كلنا عارفين فوائده. ان هو في انتي اوكسيدنت عاليه جدا جدا، حاجه اسمها اي جي سي جي وحاجه اسمها كاتكنز، ففي مضادات اكسده عاليه جدا لبشرتنا ولمناعتنا. وفي ماده تانية حمض اميني اسمه الفاينين، ده مهم جدا للخلايا كرات الدم البيضاء فبيساعد قوي على المناعه. ومهم جدا للمود، بيحسن المود. انا كمان اول حاجه هعملها لما اطلع من البروجرام انت عارفه انا بطلت اشرب شاي وكافي خالص، خلاص بطلتهم، ممكن ادخله بداله لان كل الفوائد دي. طب طعمه حلو ولا طعمه وحش يا دكتور؟ يعني هو طعمه شبه الشاي الاخضر شويه بصراحه. وبعدين بيشبع شويه، يعني لو حد عنده كريفنجز انه يقوم ياكل حاجه وشرب واحد. لا انا اكل بعد كده اشربه. انت كليه معاك. انا اكل وبعد كده. طب حاجه تانية، لكن ده ما فيهوش اي ضرر اذا انا اخذته بعد الاكل قبل الاكل؟ لان دايما بيقولوا لنا الشاي بلاش تشربوه بعد الاكل. لا يعني هو الشاي مش المفروض نشربه بعد الاكل لانه الكاتكنز اللي فيه بتقلل شويه امتصاص الحديد. طبعا فهو طبعا نسبته بسيطه بس مش مفروض نشربه بعد الاكل، شاي احمر ولا شاي اخضر. لكن الشاي الاخضر بيبوست الميتابوليزم، يعني بيساعد على الحرق شويه احنا عارفين. بس عشان كده بقول الكافيين بيساعد على الحرق، فبناخده بكميات ممكن ناخد كتير احسن ما اخد لي مجين قهوه في اليوم. طب دكتور حاجه تانية للاطفال، يعني الاطفال يقدروا ياخدوه؟ يعني مش اطفال، ما بقولش 6 7 12 سنه. مش مشكله خالص لانه طبيعي. أوكي. وما فيهوش اي ماده. الاطفال بيشربوا دلوقتي نسكافيه وبيشربوا حاجات من القهوات الجاهزه اللي هي كونسنتريتد. هم بيشربوا كل حاجه بصراحه بس صح. يعني فبالعكس ده جميل جدا وصحي جدا، ولو حلوه مثلا هم بالعسل او حاجه بالعكس صحي جدا ومفيد جدا للمناعه لانه مليان فيتامينات زي ما قلنا ومليان. لكن بلاش نحط السكر. لا انا قلت عسل للاطفال احنا. بصوا يا جماعه المشروب ده من غير سكر. اوكي تشربوه من غير حاجه، هو طعمه حلو. يحط 10 معالق سكر فيه بقى. انا قلت للاطفال يعني اللي هم فوق 12 سنه، لانه انا بقول لك انا بالنسبه لي ظريف كمان انه طريقه ناخد منها ميه، لان احنا عندي مشكله رهيبه الناس كلها مش عارفه تشرب ميه. ما بتشربش ميه بالذات في الشتاء، بنبقى عايزين حاجه دافيه مش قادرين قوي حتى نشرب الميه اللي بالكيوكامبرز او اللي بالليمون، ساقعه برده. فبنبقى نفسنا في المج الدافي ده نمشي بيه. ممتاز. طب هل ممكن في ناس يعني زي ما بتحب الايس تي، لو مثلا عشان الناس تشرب ميه ساقعه وخصوصا في الصيف، هل ممكن ده ان انا اغليه واسقعه؟ جميل. ما يعني فايدته ما تروحش خالص، بالعكس أي حاجة. بالعكس ممكن كمان اقوم معصر عليه نص ليمونه يزود فوائده ويزود الفيتامين سي بتاعه ويديله طعم جديد وهو ساقع. بالعكس الناس اللي مش بتشرب ميه يا جماعه بليز تحاول فعلا تعمل كده، لان عدم شرب الميه برضو بيأثر على علينا كلنا. دكتور لخص لنا تاني كده معنى ديتوكس علشان نثبتها عند الناس واهميتها. طيب الديتوكس يا جماعه مهم جدا 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 كلنا نعمله، سواء مره اخر كل اسبوع، يوم في الاسبوع، او مثلا 3 ايام في الشهر. لازم ننظف جسمنا من السموم، بمعنى ان احنا هندي جسمنا سوائل كويس قوي ونديها معاهم فيتامينات ومعادن. بالاختصار هناكل فاكهه وخضار ونشرب ميه بس معاها، هنشيل بقى ساعتها اي مواد تانية حتى لو بروتينات، النشويات طبعا خالص، السكريات خالص. فبالتالي نساعد الجسم انه يتخلص من الامبيوريتيز او من التوكسنز او من الشوائب اللي بناخدها طول الاسبوع. وبنساعد طول الاسبوع احنا بناكل غلط ان احنا نطلع
الامبيوريتيز او التوكسين دي بره الجسم بان احنا بنشرب سوائل كويس قوي، ويا ريت تبقى السوائل دي مدعمه بشويه فيتامينات بشويه معادن بشويه حاجات تدينا فايده تحفز الميتابوليزم شويه، فساعتنا جسمنا وشعرنا وبشرتنا وكله بيستفيد. بشكرك بجد، نورتيني وافدتيني انا كتير قوي النهارده عشان هاخد ده وانا مروحه. انا واخده معايا واحد. انت واخده واحد وانا هاخد واحد معايا. بشكرك جدا بجد يا دكتور. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.